قولي يا سوزان، صباح الخير. صباح النور يا هشام. انا شفت حته فيلم امبارح بقى هيعجبك جدا. ما تقوليش بينو. لا هو هيعجبك والله جدا، عجبني جدا. شفته يعني؟ اه هيعجبك. طيب خلاص، طب هاتي فلاش كده. اوكي. جود مورنينج. شفتي الفيلم عجبك؟ يا عم وانت فهمته ازاي اصلا؟ ده اغلبيه الترجمه غلط. والله؟ اه ما خدتش بالك؟ اتفرج كده وخلاص؟ لا ما خدتش بالك. My name is Noah Tolfo and welcome to Native Show. Hello guys! ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ رجعنا تاني لسلسله ترجم صح؟ تمام. كنا قلنا ان احنا يا شباب ما نعتمدش على الترجمه اللي بتبقى تحت الفيلم، لانها ساعات كتير جدا جدا بتبقى فيه كلمات مش مكتوبه صح، خصوصا لو كانت ايديومز او اكسبريشنز بتترجم ترجمه حرفيه. تمام. فانت لازم تتعود ان انت ما تشوفش الترجمه العربي وتسمع الانجليش بس، وحاول انت تعيده مره واثنين وثلاثه لحد ما تعرف هو بيقول ايه بالظبط. او في طريقه ثانيه ان انت تجيب سبتايتل او الكلام اللي بيتقال ده بالانجليش وتبتدي ان انت، ده هيحسن اللانجوج بتاعتك وفي نفس الوقت هيديك بوكابس كتير جدا واكسبريشنز وكل حاجه انت متخيلها في اللانجوج هتعلى جدا لو انت اتبعت اسلوب الموفيز ان ليرنينج انجليش. تمام. طيب معانا النهارده فيلم اسمه فينوم، دي من اخر افلام مارفل. ولو تابعت الفيديوز اللي قبل كده اللي احنا عملناها، كنا عملنا سلسله كده اسمها ترجم الصح، اتكلمنا فيها عن بيكي بلاندرز وافنجرز واكتر من فيلم او مسلسل قبل كده، فتابعهم معانا برده في اليوتيوب هتلاقيهم. النهارده هنتكلم عن فيلم فينوم، معانا مشهد صغنن كده هنشوفه وبعد كده نشوف الترجمه بتاعته ونشوف انطلاقه الدنيا مع بعض ولا ايه. يلا بينا. Are you in pain? No. No, I don't feel anything I see apart. I'm hungry all the time. رجعنا لكم تاني وشوفنا المشهد. تمام. الناس اللي ما خدتش بالها، احنا ترجمنا المشهد تحت غلط كالعادة، كل مرة بنعمل كده عشان نشوفك انت مركز في الكلام اللي بالانجلش اللي بيتقال ولا لا. وحاول لو كنت مش مركز حاول تعيد الفيديو تاني وتالت وتشوف الكلام اللي اتقال ايه عشان نعرف تعرفت تعمل جيسنج ليها او تخمين للكلام اللي اتقال ولا لا. دي بنسميه كده سينما بورت، ودي حاجة اساسية بنعملها في نيتف توك، ان احنا بنجيب جزء من الفيلم من غير سب تايتل ومن غير عربي خالص ونبتدي نخليك تسمع مرة واثنين وثلاثة لحد ما انت تعرف هما بيتقال ايه بالظبط، او انت تعمل جيسنج هو الراجل ده بيقول ايه بالظبط. تمام. ومنعتمدش على الترجمة خالص، وده كمان عايزينك انت تعمله من البيت وانت قاعد في بيتك تبتدي تعمل معانا الجزء ده. طيب المشهد كاتب بتقول له Are you in pain? Are you in pain? انت حاسس بألم؟ ولو رجعت الفيديو اللي انا كنت لسه عاملاه اللي هو بتاع ازاي اعبر عن البين او ازاي اعبر عن الالم، ممكن تستخدم انت الاكسبريشن ده افضل كمان من انت تقول I feel pain in something. هي Are you in pain دي ازاي اعمل فيها question حلوة جدا. Are you in pain؟ انت حاسس بألم؟ فقال لها feel nothing، مش حاسس بأي حاجة، أو I don't feel anything and just hungry all the time. I'm just hungry all the time. طبعا هو الاكسنت بتاعته خطفها بسرعة جدا، فاحنا ترجمناها تحت I'm just angry all the time. أنا غضبان طول الوقت، بس هو قال I'm just hungry all the time. أنا حاسس بجوع طول الوقت. تمام. عايزك ترجع تاني تشوف المشهد وتشوف انت كنت لقيتها صح فعلا ولا لقيتها غلط. Are you in pain? No. No, I don't feel anything I see apart. I'm hungry all the time. اتمنى الفيديوز بتاعه الترجم الصح تكون عجبتك، وعايزك تتابعها كلها. ولو عندك اي تعليق او عندك اي افكار احنا ممكن نستخدمها في فيديوز، او لو انت عايز تبعت لنا انت الفيديو بتاعك الخاص بيك، صور لنا فيديو من مشهد وتقول لنا انت سمعت ايه واحنا نخمن معاك. See you my next video. Thank you a lot. Hi.
هلو جايز، معاكم نهى طلبة من نيتيف توك. الفيديو النهارده مختلف شويه. كنت قاعده امبارح كده بتفرج على التلفزيون، وبعدين اتفرج على فيلم مشهور جدا، وبعدين قلت اما ابص كده على الترجمه. يعني في العادي انا مش ببص على الترجمه خالص، لقيت الترجمه حاجه والموفي حاجه تانية خالص. يعني الراجل بيتكلم في حته والترجمه اللي بالعربي مكتوبه حته تانية. صعب عليا الناس الانجليش بتاعها ضعيف، ان هي ازاي بتقرا الترجمه والانجليش مختلف خالص. تمام، فحبيت اجرب الموضوع ده معاك في الفيديو، واعرفك ان اهميه ان انت تتعلم انجليش صح، واهميه ان انت تنطق انجليش صح وتفهم اللي بيتقال كويس جدا، وما تعتمدش وتسيب نفسك لترجمه غلط. هعرض لك دلوقتي مشهد من فيلم، وهبتدي احط لك تحت الترجمه الغلط. تمام، هتبتدي انت تحس ان لا، يعني انت فاهم الفيلم وفاهم الترجمه عادي جدا، مفيش اي مشكله، وهقول لك التصحيح بعديها. يلا نروح للمشهد. احنا شفنا المشهد دلوقتي، البنت الصغننه اول حاجه قالتها دي ديوت، وخطفتها خطفه جميله جدا دي ديوت. احنا ترجمناها لك تحت هل قتلتها. طبعا انت لو بتتفرج على الفيلم لايق معناها مالهاش علاقه باللي هو قاله خالص او اللي هي قالته خالص. دي ديوت معناها انت عملت كده. فقال لها يس، عملته. وات دي كوست، كوست اصلا معناها سعر او تكلفه، فاحنا ترجمناها لك تحت تكلفتها ايه او سعرها ايه. بس هي ما كانتش تقصد كده، كانت تقصد يعني ارتحت بعد ما عملت كده. وديدي كوستي ودي كوستي، ومش معناها ساعتها في الموفي تكلفتها ايه، لا معناها انت ضحيت بايه او كان على حساب ايه. everything طبعا everything ترجمتها الحرفيه برضو كل شيء، بس هو ما يقصدش كده، او يقصد ان هو ضحى بكل حاجه، او ان هو اتدمر نفسيا يعني معنى صح. فانت لما تبقى تعلم انجليش صح هتقدر تفهم الموفي صح، تقدر تفهم اي حاجه صح، ومش هتحتاج للترجمه اللي تحت. okay thank you a lot and see you in my next video. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير على الفيسبوك، ولو متابعني على اليوتيوب وحاسس ان الشهر بسيط عليك وتستفيد فعلا، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل البتاع اللي بيقولوا عليه ده جرس التنبيه، ما تنساش. ثانك يو. هلو جايز، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الفيديو النهارده مهم بالنسبه لي انا، عشان انا هتكلم عن واحد من اعظم المشاهير في عالم السينما والكوميكس، وهو من الناس اللي ليها تاتش او افكت جامد جدا في شركه عالميه زي شركه مارفل. الراجل ده اسمه ستانلي، ولسوء الحظ ان هو توفى في يوم 12/11. فده اداني فكره فيديو كده ان انا لازم اتكلم عنه، واتكلم قد ايه ان هو كان شخص مؤثر، ان احنا كمان ازاي نتكلم عن حد توفى بالانجليش. ده حاجه مهمه جدا ان انا اعرف اعبر عن الفيلينجز بتاعتي او مشاعري، واتكلم عن حد اصلا توفى بالانجليش. اول كلمه اللي هي كلمه passed away، passed away معناها توفى، غير died. يعني كلمه died كده تحس انها ما فيهاش مشاعر كده، مات يعني، غير توفى. passed away، passed away. انا عايزه اقول البقاء لله، فهبتدي في اكتر من اكسبريشن ممكن اقوله. ممكن اقول my condolences اللي هي تعازاتي او مواساتي، my condolences. may he rest in peace، ودي اللي منتشره على الفيسبوك على طول، اللي هي اختصارها RIP، rest in peace، الله يرحمه. may god mercy him، or may allah mercy him، may allah mercy him، هاي وحشنا. we shall miss him، we shall miss him. funeral، funeral اللي هي جنازة، funeral، funeral. وكفاية كده كلام عن الموت. عايزة بس اوريكم شوية من الاكسبريشنز اللي كان بيقولها او المقتطفات من فيديوز بتاعته، شوفوها يلا بينا. should be on that list. name Stanley. Yeah, nice try, buddy. Stanley. Welcome back to the Baxter, Dr. Richards. I've got the usual for you. Good to have you back, sir. Did it work? Any questions? I have my shoe back. Oh, man. I am so fired.
رجعنا لكم تاني. الفيديو انا اثر فيا قوي, والجمله اللي قالها في الفيديو ده كان قالها لسبايدر مان, والجمله دي انا بقولها للستودنتس بتوعي على طول, وانا خدتها في حياتي اصلا. One person can make a difference, لو شخص واحد ممكن يعمل اختلاف او يغير الكون يعني. One person can make a difference. وبعد كده قال enough said, enough said. You know, I guess one person can make a difference. Enough said.